صافي يا ميكل. اهلا اهلا مستر راشد، اشوفك تحفر. مستر راشد، انا شفت افعى كبير كبير كتير. الكلام ما يدخل العقل يا ميكل. انت قلت يوم اللي فات انك جيت تدرس حياه البداوه، قل لي وين يدرسوها، في الحفر؟ حبيبي، انا كنت عم بشوف افعى عشان موت افعى سنيك. اسمع يا ميكل، اذا في شيء عندك ينفعني انا ساعدك، وخلك من سالفه السنيك. يا ميكل، وش ودك تقول؟ مستر راشد، انا وانت ممكن يعمل ديل، اتفاق بيني وبينك. انا بعطيك جزء من دفاين، وممكن خليك يصير مثل ما انت بدك مقابل وعد شرط. اتحرك انا براحتي. بس يا ميكل، انا ما اقدر اوعدك ولا اعطيك شيء الا اذا صرت انا شيخ العشيره. اما اذا ظل ابوي الشيخ او الشيخه راحت لماجد، ظني ما يخلوك. وان تذكر يوم وصلت ومنشدك ابوي عن الوقت اللي تحتاجه. مستر راشد، انت بدك بلح ولا بدك يكات الناتور؟ ما ودي بالناظور، انا ودي البلح. انت بأمر امر شيخ راشد، انت الك مني كل الدعم. ابو شريك، بس لا تقوم باي حركه اذا ما انا حواليك، خوفي يذبحوك مثل ما اتفقنا. الليله هجيب لك ناس يحفروا، بس تكرمهم وتعطيهم. نو 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 مستر راشد، شيخ راشد حفر انا وانت بس. على رايك، نعاود الليله ونحفر بذا المكان. راشد، في معك 50 درهم؟ وايش قصدك يا ميكل؟ انا ممكن اعطيك كل املا هاي، املا تابانا. يعني ما يسوين التعب؟ ما يساوي شيء، بس انا ممكن استفيد من هذا املا مشان دراسات تاريخيه. خلاص، دام انهني في دنك اعتبر حصتي هديه لك. راشد، هاي انت شيخ عن هك وهكيك، بس لازم فلوس عشان يصير شيخ كبير. اها، الحين بديت تفهم علي يا ميكل. راشد، انا ممكن اساعد انت عشان يصير شيخ كبير.